تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا قبل نذكركم بأرقام التواصل، نرحب بطاقم العمل معنا اليوم في التنسيق ميرا المهيري، شو أخبارك اليوم معنا، وأيضا بنوح أيمن سرحيل. صبحك الله بالخير دكتورة ندى. صبحك الله بالنور والسرور محمود، صبحكم الله بالنور في يوم الاثنين اللي يبعد خطوتين عن الخميس الونيس. لاحظوا من أول يوم نحسب للخميس، فإن شاء الله كان أمس يوم جميل واليوم يوم أجمل، ونكمل باقي الأسبوع بطاقة إيجابية وروح عالية ونحقق إنجازات اللي إحنا نخطط لها بداية كل أسبوع. أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل على 4006، وموجودين لايف على نور دبي فقط على الإنستغرام. طيب اللي عنده أي استفسار أي ملاحظة أي اقتراح ممكن أن يتواصل معنا عبر الأرقام اللي ذكرتها الدكتورة ندى. صباح النور لأهل النور لأجمل إذاعة ومذيعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم. طيب أول محطاتنا في برنامجنا اليوم نتكلم عن أسرع طريقة للتنبؤ بالزهايمر. صحيفة، شو اسم الصحيفة هاي دكتورة؟ كوريا هيرالد. قريتيها قبل ولا؟ لا، والكورية مشكلة وأنا لغتي صينية. اي ما شاء الله عليك. المهم هذه الصحيفة نشرت، طبعا هي من وزارة العلوم الكورية، كشفت عن تطوير تقنية جديدة تتنبأ بمرض الزهايمر قبل وقت طويل من ظهور أعراضه، حيث أصبح من الممكن تشخيص المرض والبدء في علاجه في مراحله الأولى من خلال فحص دم بسيط. ها؟ والله ممتاز. طيب الأستاذ جامعة سيول الحكومية موك إن خي مدير المشروع الجديد يقول تعتمد الطرق التقليدية الموجودة اليوم للتشخيص مرض الزهايمر على ظهور أعراض واضحة للمرض، أما طريقتنا الجديدة فتسمح لنا بتشخيص المرض قبل ظهور أعراضه وتخفف الطرق الحديثة في علاج المرض من أعراضه، لكنها لا توقف تطوره ولا تبطئ من تفاقمه. ولم يعثر العلماء إلى الآن على سبب مباشر للمرض، لكنهم يتوقعون أن أحد أسبابه هو تراكم لويحات الأميلويد بيتا بروتين. يعني أنت روحت تصلحيلي زين في أنسجة المخ. وتمنع التقنية الجديدة لجامعة سيول الحكومية انهيار الأميلويد بيتا بروتين وتحافظ على نسبته المعهودة في الدم، علاوة على يعني رخص هذه الطريقة الجديدة بالنسبة للطرق التقليدية في الكشف عن المرض كالتصوير بالرنين المغناطيسي، وتصل دقة نتائج فحص الدم للمرضى إلى 90%. والله نسبة عالية دكتورة. ممتاز. طبعا هذا مؤشر عالي بالنسبة لتقنيات العصر. ووفقا لوزارة العلوم الكورية فقد حصلت شركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية، شو اسمها هاي؟ ميديفورم دي بي تي، على براءة اختراع هذه التكنولوجيا الجديدة بمبلغ يعادل 115,200,000 دولار. شو رأيك؟ والله صراحة محمود لو هالدراسة طلعت يعني يمكن تطبيقها ودقيقة، يعني
هاي تعتبر ثورة في عالم الطب إن أنا أقدر أفحص مبكرا عن الزهايمر. مشكلة الأمراض ممكن أقول العلاقة بوظائف الدماغ إن أنا ما أقدر أسوي له فحوصات دقيقة تبين لي متى الإنسان ممكن يصاب فيه. يعني مثلا للسرطان لا سمح الله أروم أسوي أشعة يبين بدايات، مثلا للكوليسترول والسكر أروم أسوي تحليل دم، ولكن الأمراض العقلية صعب أحيانا التكهن بها. بس هذا التحليل وشوف هالتحليل يعني آمن. إحنا قبل كنا نسوي عن طريق الأشعة الترانين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية اللي تبين تغييرات معينة في نسيج الدماغ أو قشرة الدماغ، هذا عن طريق تحليل دم فقط يقيس معدل الأميلويد بيتا بروتين في الجسم اللي هو نوع من أنواع البروتينات اللي موجودة في الجسم، يقيس معدلها بالتالي أروم أتكهن هل الإنسان بيصاب فيه أو لا. طبعا مثل ما قالوا ما يبطئ أو يوقف، يعني ما قدرنا نبطئ المرض، ولكن التشخيص المبكر وايد أساسي. أنا ممكن تبدي علاج من قبل، العلاج يكون مثلا من العلاج الطبيعي، مو على طول ابتدي بالدواء ويأثر في حياه المريض كلها. محمود ترى جميل دكتوره، يعني من المعلومات اللي الناس ما يعرفون ان الزهايمر ممكن يصيب الواحد في سن مبكره، يعني بدايه الأربعين ممكن يصاب ب في حالات ممكن تصاب بالزهايمر في حالات. طبعا الزهايمر الحمد لله يعني مرتبط بالعمر اكثر، يعني كل ما كبرنا في العمر كل ما زادت نسبه الاصابه فيه، ولكن في حالات اصغر اصيبوا بالزهايمر. طبعا هو له علاقه في مرض ارتباط جيني بعد، الناس اللي عندهم حالات زهايمر في العائله ممكن يصابون بالزهايمر. وفي دراسه قبل ذكرناها من زمان عن ان الناس بعد ما يتقاعدون، الناس اللي يكون يعملون طول حياتهم بعدين ما يتقاعدون يستوي مثل ما نقول شت داون للدماغ، يعني ما يستخدمون دماغهم بنفس النشاط اللي قبل. هذا دائما ننصحهم يسوون عمليات الحسابيه البسيطه او يستخدمون عقلهم في التفكير في اشياء مختلفه عشان ما تزيد نسبه اصابتهم بالزهايمر. طيب موضوع الزهايمر بعد دكتورة، يعني نحن عندنا العديد من الحملات في هيئة الصحة نقوم بها، يمكن تكلمنا حتى عن الزهايمر المبكر وتكلمنا عن الزهايمر بشكل عام، ولكن في حد من الناس يقول والله أنا ما أبغى أستخدم مخي وايد عشان ما أستهلكه خليه حق عقب. هل خوف دائما ان من نضب الموارد ان تنضب ينضب الدماغ؟ الدماغ لا ينضب، مواردنا ما تنضب. بالعكس كل ما استخدمت عقلك في التفكير، طبعا التفكير المعقد الافضل، يعني التفكير المعقد مثل العمليات الحسابيه المعقده، ولكن حتى مثلا بسوي عمليه حسابيه بسيطه، احنا حتى لو بنقول كم 24 تقسيم 6 ندور بالآلة الحاسبه، العمليات الحسابيه المبسطه الصغيره هاي لو استعملناها في حياتنا اليوميه ترى يخلي المعقل دائما نشيط، بالتالي في نسبه اننا اقلل خطر الاصابه بالزهايمر. جميل، يقولون الدكتوره شكلها ما شاركت في تحدي اللياقه، راويهم عندي الرسبات. متعودين نعرض اطفالنا من الصباح الباكر لاشعه الشمس، وامس غيرتوا المعلومه، من نصدق علشان فيتامين دال؟ صدق الدكتورة ندى. شوفوا صح، أمس دكتورة وفاء قالت من الساعة 10 لين الساعة 3. يا جماعة ما في شيء يعني ماذا يقولون حدث السيف، يعني إنه لازم هذا الوقت، إحنا نقول الأفضل للاستفادة الأكثر. لا وبعدين هي حددت دكتورة قالت على لون بشرتك أنت تحدد الوقت اللي تقعد فيه تحت الشمس، إذا أبيض تقعد أقل، إذا أسمر تقعد أكثر. ملابس الروضة قالت، ملابس الروضة الشورت والقميص القصير، فمو يعني لازم تلتزمون بالوقت، بس إحنا نقول الأفضل نقعد في الفترة للاستفادة القصوى من الشمس، خصوصا الفترة إن الشمس تكون شوية بالعامية شو نقول باردة بداية النهار. يعني أنا المعلومة اللي كانت عندي الدكتورة بأمان، يعني البارحة يوم قالت لي عنها الدكتورة وفا، كانت المعلومة عندي أن لين قبل الساعة 11، يعني من 9 لين 11، وبعدين من الساعة 4 لين 5. صحيح، كانت معلومة أنا بعد كان عندي المعلومة قبل، بس لما قالت لي عنها الدكتورة فأمس حتى سويت عليها السيرش طلع أنه هو العلاقة بتعامد الشمس، تعامد أشعة الشمس على الجلد، بالتالي تكون فيتامين دال أفضل. طبعا هالكلام قال الدكتورة فا يمكن ما يصلح في الصيف، كفاز الصيف لا بس قالت خمس دقائق الكلام يا بيتا من دكتور هالك. دكتور هالك هذا واحد من يعني الشخصيات العالمية اللي يسمونه أبو الفيتامين، أبو الروحي. ويا جماعة ترى بس خمس دقائق دكتور هالك، خمس إلى عشر دقائق، ما نقعد نص ساعة، هو مو حمام شمسي. بس قالت حتى أصحاب البشرة الداكنة يكملون لين نص ساعة ممكن، اللي عند بشرتهم داكنة. احنا يعني معظمنا في الخليج في الإمارات معظمنا بشرته تعتبر متوسطة، ما عندنا وايد الأبيض، يكون متوسطين بالعادة. أنا أبيض، هي متوسطة أوكي.
طيب نحن متواصلين معكم مستمعينا منكمل فقرات برنامجنا بعد الفاصل بنفتح المجال بعد كذلك اللي حاب يتصل فينا لا تدقون على آخر البرنامج يا جماعة الخير ما يكون عندنا وقت لا اللي حاب يتصل فينا بعد الفاصل ممكن نستقبل مداخلاتكم بيكون عندنا موضوع نحن نتكلم فيه عن المستقبل وعن مسرعات المستقبل والتحولات الهائلة في هيئة الصحة بتكون معنا الأستاذ خلود عبد الله آل علي مدير مشروع في مسرعات المستقبل بهيئة الصحة بدبي بنتكلم عن المستقبل إن شاء الله ولكن أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل على 4006 ولايف على نور دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام حياكم الله معانا مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي ها دكتور أرقام التواصل معنا 600555 يا دوب الحق المايك اللي فريته بعيد 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي يقول تحياتي قرأت أمس في إحدى الجرائد تفيد أن البيض والزبدة لا صحة لهما في ارتفاع الكوليسترول يرجى الإفادة وشكرا عبد الله المازمي البيض يا جماعة حتى دكتورة وفاء روحها كانت تقول ما يرفع الكوليسترول إلا لو كان مقلاي اكلوه مشوي أو مفور اكلوه مفور ما يسبب ارتفاع الكوليسترول وخذوا بيضة كاملة الصفار والبيض لأن الصفار غني بفيتامين د الزبدة يا جماعة الزبدة عبارة عن دهون مهدرجة مشبعة دكتورة وفاء دائما شو تقول خذوا شوي مو لازم قالب كامل مو لازم أدهن التوست أسبحها بالزبدة شوي يو ذكرتيني بسالفة دكتورة مرة معزوم زي هذا الكلام هذا تعرفون أيام يعني في بداية الألفين بتأكد ولا 1990 لا لا بداية الألفين حتى 99 يمكن المهم معزوم على على عشاء فحاطين مثل شي طبق مسوين حلويات حلوة انزين فقمت انا باخذ الحلاوة هذه وتزلق من يدي تزلق حطيت الخاشوقة وخدتها ولا تطلع زبدة مزينين الزبدة بسوي شكل ايه شكلها وايد ووقفت لي هني لا شاي لا قهوة سجل على الشبت عاد الله اتذكرها الحين تحاسب من اي شيء او شيء يدوق من الطرف عقب تأكد عاد احنا سويت وهذا مفجوعين كنا هو قال مفجوعين شو؟ كنا اوكي انزين مسرعات المستقبل وتحولات الهيئة اصبحت مخططات هيئة الصحة بدبي في شأن مبادرة مسرعات المستقبل واقعا ملموسا ومسارا واضحا تمضي الهيئة بقوة اليه طبعا اخذ جميع التدابير والسبل التي مكنتها من تحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في هذا المجال الطبي التقني اللي فاق التقدم حقيقة طبعا هذا الكلام يأتي ضمن المسؤولية تجاه منظومة الجيل الرابع وبالتحديد في ساحة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي أمر بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله بالتحول لهذه المنظومة في العديد من المجالات ومنها طبعا المجال الطبي في جميع تخصصاته إلى جانب تولي شؤون الأبحاث العلمية المطورة وتكوين شراكات استراتيجية في الداخل والخارج لتعزيز مكانة دبي وتواجدها في طليعة منتجي ومصدري تقنيات الطبية المطبوعة بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد حول التحولات كلها وهالكلام كله اللي قلناه معنا في الاستوديو الأستاذ خلود عبد الله آل علي مدير مشروع في مسرعات المستقبل بهيئة الصحة في دبي صباح الله بالخير أختي خلود صباح النور أول شيء أعطينا نبدأ ما هي مسرعات المستقبل أوكي تعتبر هيئة الصحة في دبي من أوائل الجهات الحكومية اللي شاركت في برنامج مسرعات دبي للمستقبل لاستحداث كل ما هو جديد ومبتكر في مجال الرعاية الصحية اللي يصير في برنامج مسرعات دبي للمستقبل هو برنامج من 9 أسابيع هيئة الصحة تعرض تحدي في كل دورة من الدورات اللي تشارك فيها وبناء على التحدي نستقطب شركات تساعدنا على التغلب على هذا التحدي
أول دورة شاركنا فيها كانت السنة اللي طافت في شهر 9 2016، وكان التحدي علم الجينوم وكيف نقدر نستخدم علم الجينوم في التشخيص. وشاركت معنا شركات وايد، يعني شاركتنا 5 شركات. من بين الشركات هذه كانت واحدة من اسمها كيور ماتش، اللي كانت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإيجاد الأدوية المناسبة حق كل حالة مريض فيها السرطان. وأيضا شاركتنا بعد شركة ثانية اللي هي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد، اللي ممكن عن طريق الطباعة هذه نحن نسهل العمليات اللي يسويها الدكتور. وجربنا الطباعة هذه في حالة مريض كان في ورم سرطاني في الكلية في مستشفى دبي، والعملية الحمد لله نجحت وكانت عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. الدورة الثانية ركزنا على هدف اللي هو مراقبة الأمراض المزمنة، وكيف المريض بنفسه يقدر يعني يقدر يساعد نفسه بأنه يسوي كنترول على المرض اللي فيه مثل السكر والضغط. ويتنا شركات وايد بعد الحمد لله في السايكل الثاني، وواحدة من الشركات اللي كانت معنا هي شركة ASG اللي كان فيها الكونسلت ستيشن اللي هي العيادة المتنقلة، اللي شاركنا فيها حطينا العيادة في عدة جهات حكومية منها هيئة الطرق والمواصلات، هيئة مياه وكهرباء دبي. والحمد لله العيادة هاي لاقت يعني تقبل وايد من الجمهور، والكل حب فكرة العيادة هاي. العيادة هاي فيها تيلي ميديسن كونسبت اللي هو ممكن الطبيب يتواصل مع المريض اللي هو التطبب عن بعد، وفيها إمكانية الذكاء الاصطناعي أيضا أن المريض يدخل العيادة هاي، الجهاز أو النظام اللي في العيادة يبتدي يحاكي المريض ويعطيه التشخيص ويصرف له الأدوية بعد. طيب في سؤال هنا يقول باختصار شو هو علم الجينوم؟ أوكي، علم الجينوم هو استخدام الجينات للكشف عن الأمراض، وأيضا إيجاد العلاج للأمراض. مثل ما أنتوا عارفين كل واحد له جينات معينة، في أوقات أدوية تطابق مع جيناتي وبتعطيني العلاج الصحيح، وفي أوقات ما بيضبط يعني ما بيعطيني العلاج الصحيح، لأن كل واحد له جيناته. صحيح، ونفس الشيء في العلاج السرطاني بعد. ممتاز. أختي خلود، تقدي الدورة تأخذ 9 أشهر؟ تسع أسابيع. فالدورة هاي تكون في أي وقت في السنة؟ يعتمد. أول دورة مثلا سويناها كانت من شهر 9 لشهر 12، ثاني دورة سويناها كانت من شهر 2 لشهر 4، والحين الدورة الثالثة من شهر 10 لين آخر. وشو بتكون الكونسبت مالها أو شو الفكرة؟ الدورة الثالثة حاليا نحن بدينا فيها ومركزين على سرعة ودقة التشخيص. ممتاز. وفي معانا 4 شركات مشاركة معانا في هاي الدورة، من بينها شركة هاينكوم، هي شركة من الصين اللي نحن حاليا نشتغل معاها عشان نسوي سنتر أشعة بين مستشفى حكومي ومستشفى خاص. ممتاز. يعني سنتر أشعة يعني الحين مثلا أنت يوم تروح تصور وتاخذ أشعة في مستشفى دبي، عشان تروح مثلا تاخذ استشارة دكتور في مستشفى مثلا خاص ثاني، بيقولوا لك لازم تجيب الأشعة سواء صورة أو على سي دي. اللي يصير لا، نحن نبغى نسوي سنتر الأشعة هاي تكون مخزنة فيه. مثلا لو أنت صرت مستشفى خاص، يقدر الدكتور يدخل الملف مالك في هالسنتر ويشوف الأشعة، يعني ما يحتاج أنت المريض يروح وياخذ سيديات يعني كل الأشعة تصب هناك. وبعدين الطبيب يقدر يسحبها مثل آي كلاود. فها مشروع احنا الحين نشتغل عليه. طيب انا اللي اعرف ان نظام سلامة ان شاء الله قدام بيعطينا الامكانية انه ممكن سلامة. بس سلامة حق مستشفيات الحكومة بس. مستشفيات هي الصحة. نحن الحين ياسين نجرب شيء بين الخاص وبين الحكومة. صحيح. طيب اختي خلود، يعني لو ممكن نعطي اهمية مثل اشتراك الهيئة في مسرعات المستقبل، كيف بتنعكس على خدمات هيئة الصحة في دبي؟ لأن البرنامج المسرعات اسمه مسرعات، يسرع البروسس، يعني يوصلك حق حلول سريعة، يعني
يعني يسرع المستقبل. يسرع المستقبل، يعني احيانا لو بحط تحدي مثلا ابغي تحدي سرعه التشخيص على طول بتيني شركات وبتشتغل معي في هالفتره، وانا عندي صحيح. فتره شهرين تقريبا اشتغل معاهم واشوف امكانيه اني اسوي مشروع تجريبي، مو باني على طول بروح وبطبق، لا اسوي المشروع التجريبي اشوف مدى نجاحه، عقب ان شاء الله الهيئه ممكن تعتمد المشروع بطاقه. طيب. اختي خلود، يعني ابرز الشركات اللي تتعاملون معاها وين اماكنهم؟ ذكرتينا شركة صينية، لكن أوكي. اليوم نحن قارين شركة كورية عندنا بعد مسوية مثل بحث معين. نعرف أن التطور التقني موجود في الولايات المتحدة في بعض الدول الأوروبية، فنبغى نعرف أنتم هل تعتمدون على مكان واحد ولا المسألة موزعة؟ لا ابدا ما نعتمد على مكان واحد، الباب مفتوح حق شركات من كذا دولة، يعني حاليا عندنا من الصين، عندنا من كندا، وعندنا من بريطانيا، فابدا ما في عندنا اي تحيز حق دولة معينة. ابرز التقنيات اللي يبناها وتم يعني تسريعها؟ شوف كل سايكل كانت عندي تقنية من دولة بصراحة، يعني اول سايكل 3D الشركة اللي اعتمدتها لها مكتب في امريكا ولها مكتب في دبي. السايكل الثاني اعتمد شركة عندها فرع في دبي بس هي اصلا الجهاز من فرنسا. ممتاز. اوكي، بالاضافة كان في شركة ثانية بعد من امريكا. ممتاز. هل مشاريع اللي تتم خلال مثل ما قلت شيء تجريبي خلال هالدورات متى ستطبق؟ متى بتشوف النور والناس تقدر تشوفها تستخدمها؟ شوفي الحين مثلا الطباعة الثلاثية الأبعاد طبقناها، وللحين في مشاريع تجريبية الهيئة ياس تشتغل عليها مثل الرجل الصناعية. صحيح. فالحين حاليا هم شغالين على استراتيجية كيف ممكن يستخدمون يعني يطبقون هالشيء عندنا في الهيئة، فيعني الموضوع شوي يطول عشان يطبق، يعني مفروض أن يكون سريع. لا السريع انك انت تجيب التقنية وتوفرها، يعني الاختراع نفسه يكون سريع، يعني الاختراع سريع كيف انك تطبقه وتجربه، وعقب ان شاء الله الامبلمنتيشن ان شاء الله. نحن قبل ان نختم معك اختي خولة، يمكن نحن في محور ما تطرقنا له او شيء معين تبغين تذكرينه؟ يمكن اني اقول لك عن مجال الذكاء الاصطناعي. في عندي واحدة من الشركات اللي استقطبتها في الدورة الثانية كان فيها العيادة اللي هي الكونسلت ستيشن. هالعيادة فيها مزودة بطريقتين، يا اني استخدم التطبب عن بعد اللي هو الطبيب نفسه يحاكي المريض اللي موجود في العيادة، او تقنية الذكاء الاصطناعي اللي الجهة اللي يستخدمونه عشان يشخصون حالة المريض ويوصفوا له الأدوية. ناخذ بس مفهوم الذكاء الاصطناعي على السريع. أوكي، الذكاء الاصطناعي يعتمد هو فرع من فرع علم الحاسوب اللي يستخدمون فيه يشتغلون فيه على أنظمة تشبه العقل البشري، وبعدين ينتجون أجهزة مثل الروبوت اللي هي محتاجة لعقل يشبه العقل البشري عشان تقدر تسوي المهام اللي يسويها الإنسان. على هذا الطاري دكتورة، يعني في 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 تجربة قاموا بها ما بين يعني حاسوب وآخر على أساس أنه بس يعني فيها محاكاة للعقل البشري، تخيلي أنه طلعوا لغة بروحهم الكمبيوترين. اخترعوا لغة روحهم، يعني الكمبيوتر نفسه اخترع لغة بروحه، فالمبرمجين أصلا زاغوا فسووا له شت داون. يعني تابوا مرحلة التطور مالته، نجيب لغة مو موجودة طبعا. اي ما فهموا، انا منو بحرقها ما خلي. زين، فما ادري يمكن نوصل مرحلة الروبوتات تحكمنا، شو رايكم؟ اي ممكن في روبوتات ممكن تسوي عمليات حاليا. لا لا تحكمنا مثلا، لا 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 مثل الافلام اللي نشوفها، ما ادري سبحان الله. كل شيء جايز في هالزمن يعني. يعني الحمد لله نحن نعيش حقيقة يعني ثورة علمية في كافة المجالات، واللهم لك الحمد نحن عندنا قيادة رشيدة تعي أهمية الاستثمار في هذا المجال، الاستثمار صحيح. في الإنسان حتى يواكب مثل هذه المجالات، فوجود مثل يعني مسرعات المستقبل هذه مبادرة ذكية، مبادرة تسعى إلى استقطاب المستقبل وتنفيذه هنا في دولة الإمارات، فإن شاء الله يا رب يعني نتمناكم التوفيق في كل الأشياء اللي انتم تسوونها. الأستاذة خلود
واللي حابين يزورون فرع المسرعات اللي هي مكتب الهيئة يقدرون يزورونه، هو متواجد في أبراج الإمارات، يقدرون يتعرفون ويشوفون الشركات المتواجدة حاليا. ممتاز ممتاز. في أي طابق موجود؟ الطابق الأول. الطابق الأول. الأول ولا الأرضي؟ اللي تحت الأرضي المسرعات الحكومية. مسرعات المستقبل الطابق الأول. الطابق الأول ممتاز. نسي شوفوا كل المسرعات الحكومية وال. مرة خلوا لفة كاملة. هي لأن المنطقة أصلا جميلة، المنطقة تعطيك انطباع إنك أنتي. في المستقبل. هي داش المستقبل، وأيضا في هناك بعد مكان للشباب، مركز الشباب بعد جميل كذلك. عموما أستاذ خلود عبد الله العلي مدير مشروع في مسرعات المستقبل، نحن شاكرين لك تواجدت معنا، إن شاء الله نشوفك في المستقبل القريب. إن شاء الله. شكرا لك. هني أحمد يقول جزاه الله خير، معلومات مفيدة. نفس الروبوت صوفيا، صوفيا هذا يعني هاي أشهر روبوت الحين استوت. تخيلت أن روبوت مع الثاني يحبون بعض. سلام. شفت كذا في أفلام الله يستر، هذه صارت ترى في الواقع. شفتوا هالدراسة أن الزوجة البدينة تعرض رجلها للسكر من النوع الثاني، بينما الرجل البدين ما يؤثر على زوجته. شو دكتور؟ أصلاً لأن الرجل أصلاً مرة ما تشوفه فما ينحكيه. هي الحرمة متينة ولا ضعيفة؟ كان هي من الحلة بتجيب له سكر وضغط عادي يعني على طول. المهم نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع ثاني بنتكلم عنه، بنتكلم عن الأستاذ سالم اللهج عبر الهاتف إن شاء الله، نتحدث عن بعض الخدمات اللي تقدم في مكتب الخدمات الإنسانية التابع لهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. تعرف كيف تماجد؟ ارقام التواصل معنا دكتور 6005514144 والرسائل على 4006. هل اللي ما يتابع على اكاونت الانستغرام لايف في سوالف جميلة تسوي في الفاصل، في مواضيع شيقة يعني نلطف جو البرنامج خلال الفاصل، فتابعونا على نور دبي على الانستغرام اليوم. طيب عموما نحن قبل الفاصل قلنا نستقبل معنا عبر الهاتف الأستاذ سالم اللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية. طبعا المكتب هذا دكتورة اللي من غير أبواب محمود، من غير أبواب أسسته هيئة الصحة بدبي مع ضمن هيكلة تنظيمي زين، وهو أصلا منوط به التوثيق العلاقات ما بين الهيئة والجهات المعنية لخدمة المرضى المعسرين والتخفيف اقتصاديا عنهم وعن كاهل ذويهم. طبعا هذه رسالة نبيلة جدا، يسعى هذا المكتب يعني كجهة مسؤولة في المجتمع والمشاركة في النشاطات المجتمعية والخيرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويسعى لتخفيف هذه الأعباء عن هؤلاء المرضى وهؤلاء المتعاملين. صحيح. وايد برامج عندهم، وايد مواضيع عندهم، الواحد ممكن أنه يستفيد عنها، يمكن وايدين ما يعرفون الجهد الكبير اللي يقومون به هذا المكتب. ولكن معنا الأستاذ سالم اللاحج عبر هذا. صباحك الله بالخير أخوي سالم. خير والنور يا أخي محمود، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. نحن في البداية اليوم يعني ما نتكلم عن مشروع واحد، ما نفتح المجال لكل المشاريع، نبغي نعرف ونعرف المستمعين والجمهور بالخدمات اللي يقوم بها هذا المكتب. ففي البداية خبرنا عن مكتب المساعدات والسامات الإنسانية اللي تمثل وجه المجتمع لهيئة الصحة. يعطيك العافية. في البداية أشكركم يعني على الاستضافة، وطبعا أنتوا أكيد تولهتوا علي يعني. أكيد والله كان ودنا تكون معانا. الله يسلمك. يعني نحن يعني بعد الأسبوع هذا انتهينا من أول يعني من مبادرة من مبادرات عام الخير أو من مبادرات مكتب الخدمات الإنسانية، وهي الطواف الوردي، وهي طبعا تدعم المرضى المعسرين من أصحاب من مرضى السرطان يعني. فكانت تظاهرة يعني اجتماعية شكل نقول كبيرة يعني، محمود كان من الغائبين عنها، فكانت فيها يعني اكتيفيتي حلوة يعني، إن شاء الله نعوضها في أشياء ثانية إن شاء الله. طبعا مكتب الخدمات الإنسانية يعني في بداية تأسيسه طبعا وتماشيا مع رؤية الهيئة اللي هو نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة
يعني احنا حطينا الاساس يعني دعم المرضى المعسرين كرؤيه لهذا واسعادهم يعني. فاعتمد يعني اعتماد المكتب طبعا على الشراكات الاستراتيجيه وعلى المتبرعين وعلى المتعاملين كفئات دائمه في 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 التعامل مع الموظف يعني مع او توفير الدعم للمرضى والاشياء دي. على ضوها نحن اطلقنا يعني شكل ما تقول مبادرات كثيره يعني حاولنا ننظمها ما بالطريقه التقليديه يعني. صحيح. فعندنا مبادرات مشتركه وفي عندنا مبادرات اطلقت من خلال المكتب يعني. ممتاز. اخوي سالم انت ذكرت مبادره دعم مرضى السرطان، شو المبادرات المختلفه اللي تقدمونها؟ نعم، مبادره دعم السرطان حطيناها تحت صندوق او تحت حساب سميناه غير حياتهم. او المبادره هاي تجمع كل امراض يعني او مرضى السرطان يعني تحت الصندوق هذا. الصندوق هذا والمبادره هذه فيها مشتركين، احنا فيها الامارات اليوم، فيها المتبرعين، فيها الجمعيات الخيريه. ممتاز. كلهم يصبون في هذه وفي برامج نوعيه تنفذ من خلال يعني شركات الادويه او البرامج المجتمعيه اللي ينفذونها شركات الادويه. صحيح. هل هالصندوق يتكفل بعلاج كل انواع السرطانات ولا هو مخصص لانواع معينه ممكن تكون الاشد او اللي تحتاج تكلفه علاج اعلى؟ هو طبعا الحمد لله احنا في برامج يعني مثلا عارف الكورسات العلاجيه دكتوره تكون مستمره يعني ممكن تكون على 8 أشهر او سنه حتى. صحيح. وخاصه البرامج الادويه الغاليه مثلا. صحيح. فاحنا وجدنا لها مع شركائنا الاستراتيجيين دعم مستمر. ففي بعض المرضى يعني ممكن يكون كمل سنه وياك ويكون هو ممكن غطى شهر او شهرين من تكلفه العلاج والباقي يتغطى من خلال البرامج هذه يعني. صحيح. فهذه طبعا فيها تكلفه عاليه بالنسبه للمرضى، بس الحمد لله الله قدمنا ان احنا نقدر يعني نغطي مثل هالاشياء. المرضى اللي ضمن صندوق دعم السرطان هم مرضى تابعين لهيئه الصحه ولا يكونوا من مختلف الهيئات الصحيه او المنشآت الصحيه؟ نحن في بعض البرامج الأدوية هذه تكون على مستوى الإمارات. ممتاز. يعني احنا طلعنا من نطاق المكتب، طلع من نطاق هيئة الصحة فقط وبدينا نغطي أكثر من يعني من الهيئة، لأن المشاريع هذه أو البرامج هذه مشتركة فنقدر نغطي مرضى من خارج الهيئة بالتنسيق مع الشركة الداعمة يعني. طيب شو المبادرات الثانية اللي موجودة عندكم أخوي سالم؟ عندنا نحن اللي هو أنقذ قلبا وهي من المبادرات القوية يعني الحمد لله للعام أطلقناها وهي تعتبر من يعني دعم المرضى الذبحة الصدرية. ممتاز. في تيم مشترك بيننا وبين مستشفى دبي وراشد اللي هم المريض اللي عن طريق الطوارئ أو الحوادث ويعتبر يعني لازم تدخل لإنقاذ حياته يعني في اللحظة هذه يعني لازم يكون يعمل له قسطرة. وعملنا برنامج يعني كباقة متكاملة من تقرير من يعني دخل البرنامج المريض هذا يعتبر من ضمن الحالات انقذ قلبا، نعمل له القسطرة، نعمل له تأهيل القلب، توفير علاج لمدة 4 إلى 6 أشهر حسب رأي الطبيب طبعا، ويعني ويتغطى كاملا خلال الست أشهر هذه علاجيا يعني. ممتاز. أخوي سامي ممكن أتذكر بس بالشروط اللي لازم توفرها عشان واحد يحصل على هالمساعدات من خلال مكتبكم؟ طبعا هو الشروط الرسمية اللي هي مثلا يكون مقيم داخل الدولة، المريض يكون لايق يعني أو أنه لايق أن يدخل البرنامج هذا، الظروف المالية وهذه الاجتماعية يعني ضعيفة. فبعد ما يستوفي الشروط الأوراق الرسمية اللي هي الإقامة والهوية والهذي وتقرير الطبيب اللي هو اللي يشوفه أن يكون مريض هذا لايق أن يدخل البرنامج نبدأ وياه البرنامج يعني. جميل. أنا برجع بتكلم عن أنقذ قلبا، يعني أنتم ما شاء الله يعني مبادرة جميلة أصلا اسمها جميل كذلك أخوي سالم، ناخذ تفاصيل أكثر وأيضا هل توسعتوا في هذه المبادرة من يعني إنقاذ القلوب إلى عمليات أخرى؟ هو طبعا أنقذ قلبا احنا بديناها على أساس أن هاي اللي هي شكل ما يقولون الأولى يعني أول ما يجيك المريض لازم أنت يعني تحدد لأن هذا يحتاج إلى قسطرة أو لا، فالطبيب طبعا اللي هو المعالج أو هذا هو اللي يقرر أن المريض هيدخل البرنامج هذا. صحيح. طبعا احنا عملنا لينك متواصل بيننا وبين
الخدمة الاجتماعية بين المكتب ندير الفكرة هذه. فالمريض إذا ما عملت القسطرة أو عملت القسطرة وطلع ممكن تنتكس الحالة، بس إذا عملت البرنامج متكامل مثل هذا ممكن المريض يطلع ويكون أكتف ويعني في المجتمع أكثر، بدل ما أنك تعطي جزئية العلاج ويطلع فقط. يعني طبعا الحالات اللي هي تحتاج مثلا تدخل قلب مفتوح ولا هذا، هذا يتحول على مثلا مبادرة القلب المفتوح ويا مؤسسة الشيخ محمد بن راشد تقريبا. جميل. يقول هل في تعاون مع مراكز ومستشفيات بين دول مجلس التعاون، يعني مرضى مجلس التعاون هل بإمكانهم الاستفادة من هالمساعدات؟ طبعا مجلس التعاون هم اللي احنا هني، مجلس التعاون في فئة المقيمين داخل الدولة يتمتعون بنفس تقريبا المواطن، مميزات المواطن هي نفس مميزات المواطن يعني من ناحية العلاج داخل الهيئة. أستاذ سالم، عندك أرقام تقريبية لعدد الناس اللي تكفلتوا في علاجهم في 2016 وفي 2017 لكم رقم وصلنا له، كم مريض؟ نحن طبعا في ينقذ غالبا بديناها تقريبا من منتصف العام الماضي وبديناها في مستشفى دبي كحالات. يعني احنا كنا خصفنا للمبادرة هاي تقريبا في بداية 1 مليون درهم يعني من التبرعات. قدرنا والحمد لله يعني توفيق من الله أن نكون سبب في إنقاذ أكثر من يعني خلال 2017 أكثر من 54 حالة. ممتاز. يعني في حدود 1 مليون وشيء درهم تقريبا تكلفتهم خلال فترة أو برنامج العلاجي مالهم يعني. جميل. أستاذ محمود، عطى الدكتورة حواء رقمي قبل ما اشتكي عليك في البث المباشر. هاي مميزة. أقول لك سالم، أنا دور رقم حواء زي مو بلاقين، لأن من الأبديت اللي صار في تليفوني دكتورة مو بلاقي نص الأرقام، لكن طرشي رقم حواء عشان ما تشتكي عليهم عيسى في البث المباشر. تبي يعني؟ إيه. زي طرشي الرقم على كمان، لأن أنتوا جيران في المكاتب طبعًا. سالم، مسألة أن الاستفادة من هذه الخدمات إنزين، وأيضا هنالك مسألة خاصة باللي يبغون يتبرعون لمثل هذه الخدمات، كيف ممكن يتواصلون معاكم؟ وين ممكن يتوجهون؟ وشو آليات التبرع؟ طبعا نحن مكتب الخدمات الإنسانية يعني موجودين في هيئة الصحة. طبعا المتبرع ممكن يكون تواصل ويانا مباشرة وإحنا نوجه طريقة التبرع أو نعطي حتى رقم حساب البنكي اللي هو للتبرعات، ونعرض عليه حتى المبادرات اللي موجودة عندنا اللي هي النتائج اللي حققناها والبرامج الموجودة عندنا في المكتب. يعني الحين احنا جربنا من خلص 2017 شهرين بس، خبرنا لين يعني الفترة هذه شو اللي سويته وشو الأرقام إذا موجودة عندك أو إذا تحضرك؟ يعني نحن في 2017 لين الحين يعني الحمد لله في أنقذ قلبا قدرنا نساعد الحمد لله 54 مريض لين الحين. عندنا مبادرة العيون وبالتنسيق مع مؤسسة نور دبي للعيون غطينا خلال الفترة الماضية تقريبا 22 حالة من عمليات على اعتلال شبكية، يعني كل أنواع أمراض العيون تغطى من خلال هذه المبادرة. ممتاز. وشكل ما قلنا مبادرة تغير حياتهم، مبادرة الأمراض الكانسر احنا غطينا لين الحين أو يعني دخلوا في البرنامج هذا أكثر من 91 حالة بتكلفة حدود 4 ملايين و700. وعندنا مبادرة العيادة النفسية، تعرفين أن الأدوية النفسية غالية شوية، فشوية دخلنا فيها المجال، فالحين إحنا مغطين في حدود 37 حالة في المجال هذا. وعندنا تجربة العيادة التطوعية مع مستشفى لطيفة، وتقريبا إحنا مغطين فوق 50 أو 60 حالة. العيادة التطوعية هذه بس نعطيهم تفاصيل أكثر. العيادة التطوعية هي عيادة تخصصية في مستشفى لطيفة، أطلقناها من خلال عام الخير في شهر أبريل. هي تختص في الحالات المعسرة واللي تكون فيها بعض الأوراق من مكتملة مثلا،
تدخل من خلال الأخصائية الاجتماعية في المستشفى، تتحول على العيادة التطوعية. العيادة التطوعية طبعا الأطباء والتمريض والطاقم الإداري اللي يشتغل فيها متطوع، لأن العيادة تبدأ من 2:30 بين 5:30 كل أربعة من كل أسبوع، يعني خارج أوقات دوامهم. الكادر الطبي يتواجد من ناحية المساهمة المجتمعية لعلاج هذه الحالات اللي أنتوا ترفعونها لهذه العيادة. أكثر من 30 ما تبون دكتورة ندى تتطوع معاكم؟ ممكن ضم مفتوح لا يعني. حققنا أكثر من 30 متطوع أو 35 متطوع مستمرين، وأكثر من 100 ساعة تقريبا تجاوزوا ما شاء الله. وشكل ما قلنا الحالات اللي تغطوا لنا الحين هذا. طيب بالنسبة للتطوع بشكل عام كيف الواحد ممكن يتطوع؟ والله هو في برامج الحين احنا يعني نحاول نطلق مبادرة جديدة أخي محمود اللي هي جائزة التطوع، وهذه بتكون شيء بتغير فكرة التطوع أو برامج، أو بتكون فيها تنافسية بين إدارات الهيئة وبين موظفي الهيئة. ممتاز، حافز للتطوع هذا بيكون، فتكون هي فكرة جديدة، ونحاول إن شاء الله نكون يعني جائزة يعني تكون فيها لها نتائج يعني مدروسة إن شاء الله. إن شاء الله. زين أستاذ سالم، حتكلمنا عن سويتوه في 2016 2017، أحل 2018 شو عندكم خطط؟ شو ناوي تقدمون شيء جديد أو تتوسعون في شيء موجود حاليا؟ وطبعا احنا يعني من النتائج الجيدة اللي هي برامج الأدوية. برامج الأدوية الحمد لله أنها أدت يعني أو نتائجها جيدة. احنا أول ما بدينا في برامج الأدوية كان عندنا تقريبا 5 أدوية تتقطع من خلال المكتب، يعني الحين احنا وصلنا في حدود 50 برنامج دوائي يعني. ممتاز. طيب الجمهور، الجمهور يطالب بآيفون إكس الجائزة حق التطوع. هذا ما صار تطوع. لا إن شاء الله يعني التطوع هذا بيكون بطريقة إن شاء الله، ونقدر عقب نعرض الفكرة بعد وياكم إن شاء الله. جميل. أستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية، دائما يعني الحديث معك جميل وسريع جدا، فنتمنى لكم التوفيق في كل البرامج اللي تقدمونها. وأنا يعني من فترة لفترة أحب أني أنا أذكر بالخدمات اللي يقوم بها هذا المكتب. ليش؟ لأن هنالك الكثير من يعني الخدمات الجديدة التي تقدم واللي يستفيدون منها يعني ناس بالفعل محتاجين. صحيح. فأنت بعد جزاك الله خير، حتى المواضيع اللي تينا خلال البرنامج أو حتى من خلال بعض البرامج الإذاعية سواء البث المباشر أو غيره من برامج المساعدات، أنتم ما تقصرون معاهم. فنتمنى لكم توفيق، وهذه تحية لكل العاملين في هذا المكتب. شكرا لك أستاذ سالم. شكرا أخوي. شكرا. بالفعل يعني مكتب مميز جدا دكتورة. أكيد. الخدمات اللي يقدمها بشكل كبير، وتعكس يعني الجانب الاجتماعي والإنساني، المسؤولية المجتمعية محمود للهيئة والموظفين. طيب صوت الدكتورة حلو في الإذاعة، صوتك حلو، ليش ما تغنين؟ كلها الحشرجة. طيب عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. باكر إن شاء الله عندنا مواضيع أخرى ما نفتحها معاكم من خلال برنامجنا صحة وسعادة. كل الشكر اليوم كانت معانا ميرا المهيري، شكرا لك يا ميرا ما قصرتي، وشكرا لك يا أبو نوح، وهذه أجمل تحية لك دكتورة ندى الملة، وتحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.